والله يعني هو الله ينور على معظم الآراء اللي سمعناها من الجمهور في الشارع المصري، لأن لقيت إن فيه كده فكرة خير الأمور الوسط، لا إفراط ولا تفريط. بس أنا عايزة أقول بقى حاجة، إن هي فكرة إن القول الفصل في وجهة نظري في الموضوع ده هو حسن الاختيار. النهاردة لو أنا مثلا قاعدة أقول للراجل ده، لو أنا وافقت أنا وأهلي إن هو يجي يتقدم ونتجوز وإحنا متساهلين معاه في طلبات مادية و و ده احتمال بعد كده يقول لي لا، ما إحنا ما أنا جوزتك بالساهل. هي عمرها ما هتكون كده غير لو هو الشخص اصلا من جواه مش كويس، لان حتى لو دفع وعمل وحاولنا ناخد عليه ضمانات ومش هقول وصولات، بس في ناس بتقول لك ايه، لا قصدي ضمانات لحق البنت و ما هو لو حد ما بيرعيش ربنا ولو حد وحش هيطلع عينها لما تقول حقي برقبتي وتسيب كل حاجه وتمشي. فحسن الاختيار يا جماعه، حسن الاختيار، حسن الاختيار هو القول الفصل، لان في الاخر ممكن تلاقي الشخص يستاهل ان الاهل ما يبقاش في عندهم طلبات تعجيزيه، ما يبقوش بيصعبوا عليه الموضوع، ما يبقوش محتاجين ان هم يضمنوه بشويه ورق يكتبهم او يمضي عليهم. صح؟ صح طبعا. بصي، الراجل الزين اللي هو ما يجيش في يوم من الايام ابدا يقول لها انا خدتك بالساهل ولا انا جوزتك بالساهل، لا بالعكس، هيشتري خاطرها وهيقدر ان هي اهلها، مش هقول تنازله، التيسير حاجه والتنازل حاجه، في فرق ما بين الاثنين. هنا احنا بنيسر الزواج، لكن نتنازل، وخاصه اذا كان الطرف الثاني يقدر، لا يبقى هنا احنا بنفرط في حق بنتنا. لكن اذا كنا احنا مدركين ان هو فعلا ما يقدرش، ودي بقى بتيجي بالتحري وبالسؤال، لازم نسال على البيت ونسال على العيله وعلى الاصل والفصل. دي مهمه جدا. وبعدين هو في حاجه كمان سهله قوي وبسيطه ممكن تحل المشكله والازمه عند اي اهل خايفين على بنتهم من غدر الزوج في المستقبل. طيب ما انتوا لو احسنتوا الاختيار من البدايه، وزي ما ايمان كانت بتقول، سالتوا عليه كويس، عرفتوا امكانياته بالظبط عامله ازاي، فلما يجي هو يطلب الجواز من بنتكم ويعرض امكانياته المتاحه، ساعتها انتوا عارفين ان هي دي ده اللي عنده، هو مش مستخسر، مش عنده جوه بس يقول ما فيش، هو مش مخبي اللي عنده، هو مش في عنده امكانيات وبيقول لك بس انا مش هعمل غير كذا. فلو هو الشخص كويس وبيعرض امكانياته المتاحه، يسره. لان ساعتها انتوا لما تقول له مثلا لا، هو مثلا امكانياته 10 جنيه، فانت تيجي تقول له لا انا عاوزك تتجوز بنتي ب 20 جنيه، طب هيجيب ال 10 الزياده دي منين؟ يعني هيتصرف ازاي؟ فحسن الاختيار، السؤال عنه وعن امكانياته، طبعا امكانياته مش قبل اخلاقه، طبعا السؤال عنه اولا في اخلاقه وفي صفاته وفي تربيته وفي مواقفه مع الناس. ما بقاش الناس للاسف بتعمل كده زي زمان، كان في حاجه زمان اسمها شيخ حاره. اسمع عنه، كان لما عريس يتقدم لبنت يروح اهلها وقرايبها ولا ابن خالتها، يروح للشيخ الحاره اللي هو من منطقه يعني مختلفه، يسال يشوف تاريخه وسيرته عامله ازاي. عشان كده كان الطلاق اقل. صحيح. لان كان الاهتمام باخلاق العريس بالعيله والنسب كمان. للاسف بس نرجع لها ان شاء الله، نرجع لها. طبعا، بس فكره انه حد يتنازل فيبقى ده حق مكتسب، وانه ايه المشكله يعني، وما يقدرش حاجه زي كده. في بنوته هنا جميله قالت الكلام ده. هو يا ايمان، هو بقول لك لو هو شخص مش دايماً كويس كل الناس اصيل، يعني مش حقيقي، مش دايما. ما هو لو اصيل، بقول لك وتسال عنه وطلع اصيل، هيقدر تيسير اهلها ليه. بالظبط.